ولكن حول المحتوى. المحتوى كل يوم مش تسمع، كل نهار جمعة مش تسمعوه من 10 حتى نص نهار، وذلك لحسن الاختيار. وانت يا رحيم راك ما غلطتش، كل يوم راهو عندنا كل يوم من الاثنين للخميس كاب ميدي دونك سبيسيال استفتاء، نحكيوا على مختلف الجوانب اللي تتعلق بالاستفتاء. وكما شفنا في السويعة الاولى كانوا معنا زوز ضيوف، في السويعة الثانية زيدا تحضر معنا سيدة ألفة البعزيوي عضو لجنة مركزية في حزب العمال. مرحبا بك مدام ألفة. مرحبا بكل متابعي إذاعة الحياة. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. معنا زيدا سيد نجيب الحاجي قيادي مؤسس في حركة الجمهورية الجديدة. سي نجيب مرحبا بك. صباح الخير وتحياتنا ومشكورين على الاستضافة. مرحبا. نبدأ في أسئلتنا. استفتاء 25 جويلية 2022. رح نبدأ بالفصل الخامس اللي أثار جدل كبير واللي ناقشناه في السويعة الأولى. نبدأ معاك مدام ألفة. الفصل الخامس ينص كما يلي: بعد التعديل تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل في ظل نظام ديمقراطي على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية. تفضل مدام ألفة، عندك 3 دقائق للتعليق على هذا الفصل. شكرا وشكرا مرة أخرى على الاستضافة. خليني في تعليق على الفصل هذا نبدأ بكلمة قالها معناها الصادق بالعيد، يعني بعد تقديم نسخته من الدستور، قال هذا الشخص خطير ومشروعه خطير. يعني هنا يحكي على قيس سعيد. ونضيف نقول هذه النسخة من الدستور هي خطيرة، ولأنها تنسف مكتسبات الشعب التونسي، والفصل هذا تحديدا هو خطير جدا لأنه يمس أحد هذه المكتسبات اللي هو مدنية الدولة. خليني لهنا نذكر الشعب التونسي بالمعارك متاع الهوية اللي فجرتها حركة النهضة طيلة 10 سنوات من الحكم، وكانت لهنا المعركة هذيك كل المدافعين يعني عن مدنية الدولة تم تكفيرهم واتهامهم يعني بالنضال ضد الإسلام، في حين أنه بعد تجربته الشعب التونسي وصل لوعي معين، هو أنه الإشكال ما كانش معناها مشكلة الناس هذه اللي تطالب مدنية الدولة لم يكن الإسلام، بل كان في توظيف الدولة للدين. هذا عشناه، عشنا معناها طيلة حكم النهضة، معناها حملة تكفير، اغتيالات، شفنا معناها إرهابيين، شفنا معناها شيوخ يحلون معناها ضيوف على بلادنا من كل حدب وصوب. يعني وعي الشعب التونسي خلاه يفهم شنو معناها وقيمة هالمكسب هذا اللي هو اسمه مدنية الدولة. الحاجة هذه صارت ونحن عنا دستور وقتها ينصص على المسألة هذه. مدنية الدولة كانت موجودة في الفصل الثاني وفي الفصل 49 في علاقة يعني بضمانات ممارسة الحقوق والحريات. فما بالك اليوم شنو ينجم يصير فينا ونحن الدستور في النسخة الحالية المقدمة معناها تنصص على دولة دينية بامتياز. المسألة الثانية هي، خلينا نعلق عليها، هي مقاصد الإسلام. من سيحدد هذه المقاصد؟ كيف نقرأ ونطلع على النسخة كاملة من الدستور نفهم أنه الوحيد المخول له تحديد هذه المقاصد هو سيدنا قيس سعيد. يعني مازلت تفكر ولهنا خليني نعرج على حوار صار مع قيس سعيد في 2019 نورمالمون في الشارع المغاربي، نرجع ونقروه تو نفهموا كيف ينظر هذا السيد إلى مقاصد الإسلام، وخليني نقول مقاصد الشريعة تحديدا. يعني بالفعل قراءة خطيرة، وذاك علاش نقول هذه النسخة خطيرة جدا، هذا المشروع خطير جدا. وعلينا لهنا خليني نوضح شوية رحيم، موقفنا في حزب العمال وفي إطار الخماسي هو المقاطعة مش تصويت بلا، وتو نجي في الحوار من بعد وفي النقاش نرجع علاش المقاطعة مش بلا. أليس دور مؤسسة الإفتاء التونسية هي اللي باش تحدد مقاصد الإسلام؟ لا، ما هوش منصص، هو في النسخة بتاع الدستور وفي الفلسفة الكل بتاع النسخة الحالية كل شيء باش يحدده قيس سعيد. سي نجيب، أولا تداولة العبيد الساعة مسألة المدنية، كلمة المدنية راهو ثم حتى الدستور في العالم يحتوي معنى مفهوم المدني، ما نحدوش في فقه الدساتير لا توجد كلمة مدنية، إنما طبيعة القانون والنظام السياسي القائم هو يوحي بالدولة مدنية أو علمانية ولا ليستي ولا تحب أنت أو للدولة الدينية. في علاقة بهالجدل الطارئ في مسألة المقاصد الإسلام، هو المقاصد الإسلام هي طبيعي جدا أنت في تحكي سبق في النص يحكي عن الأمة الإسلامية، بالتالي سنتحدث عن مقاصد الإسلام في جوهر الإسلام وليس مقاصد الشريعة، ما عندش حتى علاقة. مقاصد الإسلام كما نمشي نحكيه عن مقاصد المسيحية، مقاصد أي أديان
اليهودية دونك هي في الأساس الحديث على ما أتت به الأديان بصفة عامة في العام اللي هو جانب الإنساني، جانب الحرية، حفاظها والعرض الإنسان والجسد نتاعه وممتلكاته، وهذه جت بها الأديان كل. بالتالي بما أننا نحن سبقنا في الفصل نتحدث عن أننا ننتمي إلى الأمة الإسلامية، فبالتالي سنتحدث عن مقاصد الإسلام، وهي كلمة بعيدة كل البعد عن مقاصد الشريعة ولا الفقه. مقاصد الشريعة فيه اجتهادات ومذاهب وغيره، وهذا باب بلا محالة فيه مختصين وحتى أدلوا بدلوهم، لكن ديما نحن لهنا نحاول نركبوا على بعض المفاهيم. ودايور معناها من المضحكات أنه اشترك الجميع بما فيهم معناها حتى حركة النهضة أصبحت تنادي وخايفة على تراجع معناها الدولة المدنية والمكاسب المدنية في الدستور. هو اشتراط أنه رئيس الجمهورية يكون مسلم، هذا أليس مدخل آخر؟ هو وقتها صارت صحيح نضمن لك حرية الضمير والمعتقد، وصحيح نحمي لك أنا ممتلكاتك وحريتك، ولكن نشترط في ديانة لرئيس الجمهورية. في طبيعة الأعراف في مجتمعات كيف كيف، حتى في الدول القديمة ولا الدول في فرنسا معناها واحد باش تشترط معناها نجم غدوة مسلم، سي با فاسيل. المجتمعات أنت اليوم أغلبية هي مسلمة، ومعناها نحن في تونس معناها من حوايج الباهية أن نحن مجتمع عندنا نفس معناها الوحدة، عندنا وحدة مجتمعية، وبالتالي طبيعي أن مش يكون نختار معناها رئيس مسلم. هذه من طبيعة الدساتير القائمة في تونس معناها تاريخيا مازلت دقيقة أستاذ ناجي. إذن هذا طبيعي أن نحدد اعتبار أن الأغلبية القائمة في المجتمع التونسي هي معناها مسلمين والمذهب المالكي وغير ذلك، وبالتالي هناك تحديد معناها. هذا الفصل من وجهة نظرك سي نجيب ألا يهدد مدنية الدولة؟ أنا نعتقد أنه إدماج كلمة النظام الديمقراطي والحقيقة في ياسر فصول ولا حتى في خطاب الرئيس أكد ياسر مرات، وهذه قلة معناها الحال على الأقل هذه النقطة الإيجابية في كونه يحاول ديما يأكد أنه راهو ماهوش ماشي للاستبداد وأنه راهو يسعى إلى بناء نظام ديمقراطي، فأراد التأكيد مرة أخرى على أنه الهدف هو تأسيس لمنظومة ديمقراطية ونظام ديمقراطي، وبالتالي جت كلمة إضافة نظام ديمقراطي. نعم. هذه الكلمة غابت في الفصل في هذا الفصل في النسخة متاع 30 جوان، ولكن تم إضافتها بعد وجود عدة انتقادات. مش بعد هي عادي، هذا وسبق وقلت أنا حتى في حوارات أخرى مختلفة أنه معناها نشكر شجاعة الرئيس في كونه على الأقل أبدأ قدرة كبيرة من الاستماع للمنظمات والنخب وتفاعليات والجدل القائم حول بعض المسائل. إضافة كلمات الدساتير أو كلمة بالإضافة تحت نجم تعطيك معنى آخر، أنا أعتبر خطوة جريئة في كونه للتأكيد مرة أخرى ولا راهو هاو نظام ديمقراطي باش نسكر كل أبواب الجدل والنخب. نفتح الباب مجال النقاش، عندكم تعلقوا في الإطار هذا ونتعادل الفصلي من بعد، عندكم تعلقوا تعليق صغير؟ ايه هي دونك اللي نحب نعلق معناها مع الضيف الحاضر معايا انه مفتوح الحوار. ولا كيف نقولوا في فقه القوانين والدساتير ما فماش عاده تنصيص على مدنيه الدوله، مش صحيح. نحن النسخه اللي فاتت معناها من الدستور كان منصص فيها كما قلت في الفصل الثاني وحتى في الفصل 49 يعني الحقوق والحريات، لا معناها من شروط متاع معناها ممارستها عدم تحديد معناتها عدم المساس بها وعدم المساس بمدنيه وديمقراطيه الدوله، يعني هذا موجود. الحاجة الثانية كيف نقوله حركة النهضة اليوم تدافع معناها ولت ضد هذا الفصل، مش صحيح. حركة النهضة لأن مدنية الدولة تفرضت عليها بفضل نضالات التونسيات والتونسيين، مش هي جابتها في النسخة الفارطة، واليوم ما قالت حتى كلمة في علاقة بالفصل الحالي. هي تعارض مشروع قيس سعيد لأن تدافع على تموقعها في المشهد السياسي، لكن في علاقة بالنسخة أنا نقول من أكثر المنتفعين بهذه النسخة هو حركة النهضة. سي نجيب، انت تعرف كلمة مدنية شكون نستعملها؟ وانا نقول لك انت مع الدولة المدنية، انا مش مع الدولة المدنية، انا مع الدولة اللائكية. كل حد وجهة نظره. كلمة مدنية كما شكون ادرجها يحب يعطينا بعد اللي هو تطور في منظومته الداخلي، انما ما عنده حتى بعد. ونحلوا الدساتير في العالم كل، ما نقولوش معناها شنو معناها الدستور ولا الدولة المدنية، راهو هذه حاجة تمارس تتحس طبيعة النظام القائم، مش ولا انتقر نزيدوها بالله نقولوا راهو ناكدوا، الناس هذوما كتبوا الدولة المدنية وفي نفس الوقت كفروا كل من اختلف عنه وكفروا كل القوى التقدمية، وبالتالي مسألة اعتماد كلمة مدنية هذيك هم اعتمدوها باش يغارطوا الناس وباش يدعوها للخارج على أننا رانا تطورنا وأصبحنا معناها واحد، ولو أنه زعم الدولة معناها الناس اللي الترويكا اللي حكمت في 2014 كانت حقيقة مع الدولة المدنية، معناها حسوني اللي نحن في تونس باش يحاولونا كلي بيس كونديناف، معناها ولينا في هولندا وكذا الدولة المدنية مارسوا في كل شيء. أعتقد أنه هذا
معناها مجاب للصواب والأصل أن شوف لا توجد دساتير رائحة معناها مثالية. نحن نجتهد ونتدرج لأجل أن نصل إلى دستور أفضل ما يمكن. الفصل 55 لا توضع قيود على الحقوق والحرية المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون لضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي بهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني أو الصحة العمومية. يجب أن لا تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبرة بأهداف متناسبة مع دواعيه. لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرية المضمونة في هذا الدستور. على كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك. سنجيب ثلاثة دقائق معك. لذلك كل فصول في الفصل 55 ساعة تأكيد مرة أخرى معناها على أنه نحن ماشيين في الحفاظ والمحافظة على مكتسبات الحريات بصفة عامة. وأعتقد أنه اليوم هذه مكتسبات لا يمكن التراجع فيها. وأكد مرة أخرى الفصل حتى أنه ربما تم استعمال بعض كما كلمة الأداب وتم تغييرها معناها بالتناسب أو التلاؤم. بكلمة أخرى هو التأكيد ربما صار لنا خطأ في السيادة تأكيد خطأ. نحن لا يمكن الاستقامة اليوم الحديث عن الأداب باعتبار تجاوزنا هذا. نتحدث على الحرية الفردية، نتحدث عن الحرية البنية، المعتقد، الحرية العامة بصفة عامة، الحرية الفردية. فأنا نقول الفصل هذا جاء أكد مرة أخرى مسألة أننا سنحافظ على مسار الحريات وكل المكتسبات في علاقة مسألة الأمن العام. نعرفه في العالم الكل الحقوق والحريات والأمن العام رغم ما يتقبلوش برشا سي نجيب. هناك ضرورات في السلطة في الأمن العام. أنت تنجم راك ديما تحكي على طبيعة المجتمع والعرف والتقاليد، تنجم راك تؤتي أنت الحرية حاجة أني نحفظك الحرية، أما أنه في بعض الأحيان تنجم أنت في جهة معينة ثم بعض التصرفات قد تؤذي مجموعة من العامة، وراك أنت حفظ الأمن العام هي أنك ما تخليش يتم اعتداءات. بمعنى أنه ساعات رغم موجود هذا حتى في تقاليدنا، خي احنا ولد عروش وجايين من عائلات محافظه وجايين كذا، راه بعض التصرفات ساعات نتجاوز محافظه على هذا التماسك. سي نجيب، هناك من يقول بانه الامن العام كلمه فضفاضه كبيره، وبمقتضى هذه الكلمه تنجم السلطه تمنع مثلا التظاهرات باسم الامن العام. هذا يتنزل بعد في طبيعه القوانين. نحن اللي خوفنا هو الأصل عندما تبنى القوانين، وقت تجي مجالات والقوانين تنقول وقتها أسك ثم تجاوز وما ثمش. تو هذا راه الدستور هو يتحدث عن مسائل عامة، وروح جوهر اليوم الدستور هذا السياق العام، خطوط عامة زدت دقيقة ونظم بقوانين. نقول لك وقتها احنا في القوانين نكونوا معناها واقفين بكونه ما يتمش تجاوز في القوانين الترتيبية. أما في المسألة العامة بيصيروا عام شنو نجم. من هي الهيئات القضائية اللي تم تنصيص عليه في الفصل 55 سي نجيب؟ كمحكمة دستورية، كمجلس أعلى القضاء، كمحكمة ابتدائية في تقييم الشخص في قبل مجلس أعلى القضاء قتلك شيء قائم. شنو احنا ماشيين في اتجاه بناء مجلس أعلى القضاء باش يكون هو السلطة أو الوظيفة القضائية، باعتبار أنه في هذا الدستور أتينا أصبح ما عادش نحكوا على السلطة، نحكيوا على وظائف تشريعية وتنفيذية أو قضائية اللي هو أنه السيادة الأصل هي للشعب. وبالتالي طبيعي جدا هناك مجلس أعلى للقضاء سيمارس وظيفته القضائية وهو الحامل الحقوق والحرية. واضح. ألفة بعزيز ثلاثة دقائق معك. خليني نبدأ زادة بالربط مع الفصل اللي سبق، ودجا ذكرت أنا بالفصل 49 في الدستور الفارط اللي كان يضمن عدم المساس بممارسة الحقوق والحريات خاصة في علاقة بمدنية الدولة والمسألة الديمقراطية. اليوم كيف نجي نشوف تم معناها تحذفت مدنية الدولة وبقات كانت ديمقراطية، والديمقراطية زاد للنقاش في النسخة الحالية من الدستور. نقول يعني المقتضيات، مقتضيات الحد من حريات المواطنين والمواطنات يعني نجم يكون فيها حتى المسائل ذات الطابع الديني. الحاجة الثانية، النقطة الثانية، خليني نذكر وأنا نعتقد أنه ذاكرة التونسيات والتونسيين راهي خصبة. عهد الدكتاتورية كان عندنا دستور يتشدق وقتها بن علي، هو خاطر الدستور هذاك كان موجه اساسا للخارج للقوى الخارجيه، يتشدق بن علي بانه يضمن ممارسه معناها الحقوق والحريات للمواطنين والمواطنات. ثم القيود وين تجي؟ تجي في علاقه بالقوانين. ولهنا نتفكروا كل محاكمات الراي ومحاكمات النشطاء السياسيين وقتها كانوا في المحاكم، في محكمه امن الدوله، هم يقولوا هذا حقي دستوريا، ويقولوا لا بابا والقانون.
يعني هاك القانون هذاك هو اللي بالفعل كان يستعمل مطية للحد من ممارسة الحقوق والحريات. وثم نجي نتسائل لهنا القوانين هذه وحتى مفهوم ولا مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني واللي جت في الفصل هذا من سيحددها؟ بالطبيعة القوانين معناها نحن في نسخة حالية كل السلطات بما فيها السلطة التشريعية ووضع القوانين ستكون بيد رئيس الدولة، وهو من سيحدد هذه القوانين، وهو من سيحدد مفهوم الأمن العام وشروط معناها الحد من ممارسة الحقوق والحريات. يعني هذا بالفعل راهو مدخل عشناه نحن في تونس، كان مدخل ديما للديكتاتورية للحد من حريات الناس ومن حقوقها. خلنا نطرح عليكم في دقيقة بنقاش، خلنا نعطيكم زوز أمثلة وفسروهم لي كحريات ونظام عام. ولدي ديما تصير في تونس في العشرية الأخيرة، يقولك في رمضان اسكو نحلوا القهاوي ونعتبروا الإفطار كحرية حسب الدستور هذا كنربط بين الفصل الخامس والفصل 55، هذا يمس من دين الإسلام الحنيف ولا يمس من الحريات؟ باب النقاش مفتوح لكم الزوز كل رمضان نبقاو الجدل هذا. المسألة دي عموما من القانون التونسي يمنع أن الناس تحل فضاءات سواء للشرب ولا الأكل والكذا، هذه طبيعة ثم التونسي هو سمحني يتزعبق ويتعامل في فترات وقت اللي ثم حكم الترويكا والبعد الديني معناها سواديزون ظاهريا انقادي، ثم ناس تبدأ تسكر فضاءاتها، ثم في الحله هذه وفي العامينه هذه رينا الناس نفس الاشخاص مثلا كي ناخذ القروان عادت حلت، دونك هو تصرف القانون لم يمنع لهذا لضروره، اولا انت دوله سياحيه فضاءات ما تتسكرش، ثانيا ثم ناس مرضى وناس مجبره اني معناها باش تفطر رمضان ويستحق باش يشرب قهوه ولا باش يفطر ولا باش يشرب دواء ولا غيره، وهذا طبيعي. ما احنا انا في 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 معناها مسار عمري مريت انه تتسكر معناها فضاء بغض ممكن لاعتبار الجهه، قول لي تونس العاصمه والمدن السياحة وبعض المدن الكبار تحلوا فضاءات كل شيء يتعدى عادي، وبعض المدن الداخليه لطبيعتها ولسوقها والمجتمعات المحافظه تنسيب الامور في دستور او في اشخاص تقعد حريه مع حريه. احنا جاء واحد حل فضاء مثلا في مدينه صغيره وجاء قانون منعه ماشي ما صارش هذه، وبلي تعليق اخرى نتكلم باش بعد راه في مساله حريه يا اخي الناس كل نسينا في فرنسا وقت الاثيره مساله الحجاب ها اثيره وها لقينا فرنسا تقسمت اللي هي تنادي بالحريات المطلقه وصار جدل وسمعنا كلمه النظام العام رغم اللي فرنسا معناها على الاقل نعتبره نظام ديمقراطي معناها المثال ناخذوا به النخبه نتاعنا في تونس، هو صار جدل وفي الناس اعتبرت بشكل كبير وجزء كبير من النخبه الفرنسيه انه هذا يهدد طبيعه المجتمع الفرنسي، وثم الناس نادت انه هذا يستفز في الشارع الفرنسي، وبالتالي هذه قضايا خلوها احنا رانا نبنيو في دولة ونظام ديمقراطي ستيب باي ستيب واضح وحيدة حيدة بشوية ما نجمش نهبطوا كل فرد وقت في علاقة بمثال فرنسا مش معناها اللي عملوه صحيح ومش معناها يجب أن يحتذى به. يعني نحن حتى في تونس كان فما الفصل الشهير وقتها في الجامعة كان يمنع وقت بن علي كان يمنع على المحجبات دخول الفضاء الجامعي وكنا نحن ضده كقوى يسارية كنا نحن ندافع أكثر حتى من القوى معناها الشباب الإسلامي ما كانش موجود وقتها مش فصل على كل خليني نواصل الدقيقة. أنا في تقديري المسألة تتجاوز النقطة اللي طرحتها رحيم ولو أني أثارت جدل فهمتني، نحن رانا معاه أنه الدستور يضمن معنى حرية المعتقد وحرية الضمير هذا لا جدال فيه، والنقطة الثانية المدخل هذا لضرب الحقوق والحريات راهو يتجاوز المسائل هذه. أنا نحكي لك معناها من بعد على حرية التعبير على حرية التنظم على حرية النشاط السياسي على حرية أنك تكون معارض ولا مخالف معناها في الرأي لمن هم في الحكم وفي السلطة، وهذا الأخطر في تقديري وهذا اللي المدخل ليه موجود في الفصل هذا. سيام خمتي انتهى التوقيت. نذكر أنه معنا سيدة ألفة البعزيبي عضو لجنة مركزية في حزب العمال وهي مقاطعة للاستفتاء، ومعنا زيدا سيد نجيب الحاجي قيادي مؤسس في حركة الجمهورية جديدة نعم للاستفتاء. الفصل 90 بعد التعديل وهو متعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ينص على ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، يشترط أن يزكي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي. في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى
تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية لدورة الأولى، ويتقدم لدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. إذا توفي أحد المرشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحين في الدورة الثانية، يعاد فتح باب الترشح وتحدد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز 45 يوما، ولا يعتد بالانسحاب لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثانية. إذا تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها، ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر المدة الرئاسية كاملة، كما تمت إضافة فصل ينص على أن التونسية لها الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية. سيدي نجيب، كلمة لك في 3 دقائق. أهم ما ورد في هذا الفصل هما أعتقد مسألة حسم مسألة الترشحات سواء كانت منفصلة أو متتالية، وهي بالتالي معناها دورتين لا أكثر، وهذا حاجة باهية معناها للاستدلال أن نجم نبني تجربة جديدة ولا سبيل إليه للنظام الحكم على المطول أو الاستبدال. 5 سنوات هذوما للرئيس قيس سعيد يتحسبوا مدة أولى دورة لا ماليش نقاش. هذا الرجل حتى ليه مش مرتبطة، أشوف نبعدوا على الجدل، وأنه خطر ولينا نحسه كان مسألة الاستبدال مرتبطة بشخص أو بساكن كارتاج، أو نحن هنا نحكيه على مصير ومستقبل الشعب التونسي. ولكن كان واضح يبدأ سير المفعول رغم نتائج الانتخابات، دونك وقتها الصفر لانستون تي زيرو اللي هي تبدا بعد نتائج الانتخابات. دونك وقتها نقول لك انا نجم دورتي مسار كامل، هو مسار كامل باستكمال الانتخابات. اثنين، هو غير معني لحد الان معناها في الموجود ولا في خارطه الطريق لا توجد انتخابات رئاسيه، يعني هو باش يكمل المندا نتاعو طبيعي، عنده مندا توفى. نحن نحكيو على خارطه الطريق استكمال المسارات في نورمال هذا الدستور. اذا معناها تم تصويت له بنعم فالاكيد عمليا ما يدخل حيز العمل، خاصة ثم مؤسسات كما المحكمة السورية وغيرها، هذه كل ما نجم يستتب الأمر إلا بانتخاب الغرفتين. وطبيعي إذا نتحدث على انتخابات 17 ديسمبر اللي تفضي إلى مجلس النواب، ثم حسب القانون باش تضبطوا باش نشوفوا بالنسبة لانتخابات مجلس الجهة والأقاليم اللي هو لمحالة عنده بعد أكثر اجتماعي واقتصادي، ولكن الاستكمال المسار كامل هي خارطة كاملة وقت تستكمل، وبالتالي يدخل الدستور حيز التنفيذ. قلت اهم نقطتين اللي جاوا لهنا هو التاكيد في علاقه بمساله انه لا سبيل اليه، معناها هذه الحكم المطول، وهذه حاجه باهيه مره اخرى من رئيس الجمهوريه يحاول ياكد انه راهو نجم نبنيو نظام ديمقراطي. النقطه الثانيه هي في علاقه بالتزكيات، وربما زاد وفقا للجدل القائم حب معناها نعطيو اكثر بعد لاعضاء البرلمان بكونه على الاقل مشترك تزكيه من النواب، وهكا معناها انه هي موجوده حاليا سي نجيبه. اي لا، هذه وجدت في ضمن التلقيحات او التعديلات في السياق. اي التعديلات انا زاد اثار جدل معناها اشترطنا شرط التزكيات من مجلس النواب، وانا وقعت دور اكثر من مجلس النواب في التزكيات المعمول بها سابقا. نحكينا على برشا أموال من أجل الحصول على توقيعات مثلا لتزكية طرف معين، أو على التزكية الشعبية اللي هي من الناخبين، زاد صارت عليها برشا جدل في خصوص مدى صدقية هذه التزكيات. دونك هذا مش بشي ما تراش أنه مش نقعدوا في نفس الإشكال متاع التزكيات هذا؟ لا، هو لهنا ساعة نحن نعطيه بعد أنه الشخصية معناها المتقدمة للرئاسة لازم تحظى بجزء، إما بجزء معناها من المواطنين وثقة المواطنين، أو جزء على الأقل من المجلس التشريعي. ولهنا زاد الأساس راهو حبينا نعطيه بعد مجلس التشريعي، لأنه البعض حب يقول راهو مجلس النواب باش يكون مجرد صورة تابعة فاغونة تابعة للرئيس. دونك لهنا بالعكس قلنا راهو مجلس النواب ينجم هو يزكي الأشخاص. من يحدد تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب الحرب أو خطر دين؟ القائمين على الانتخابات أو رئيس الجمهورية حسب الدستور هذا؟ من يحدد؟ بعد استكمال خارطة التاريخ ما عادش عندنا إشكال في القراءات معناها المختلفة للدستور باعتبار ستنتصب المحكمة الدستورية، وبالتالي تصبح هي المرجع نظرة القراءات الدستورية كلها. مدام ألف، معناتها المحكمة الدستورية هي اللي ترجع حد؟ باش تبقى في الأخر احنا المرجع معناها القانوني
اذا بعد نستكملوا خارطة الطريق هذه ونستكمل مسار كامل اصبحت عندنا محكمه دستوريه وبالتالي الجدل واللغط وان الرئيس اللي اجتهد ولا غيره تا كيستيون هذا سيء مساله تحسم الف بي. خليني نبدا بحويجه الساعه في علاقه بالتعديل. يعطيه الصحه السيد الرئيس اللي اخيرا يعني تفكر نساء تونس وتفطن انه فما خطا تسلل لهذا الفصل وصلحوا هالخطأ هذايا ونصص الفصل معناه على أنه التونسيات أيضا قادرات على الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. هني مانيش باش نرجع نحكي على أنه نسخة متاع دستور يكتبها فرد بمفرده هذه ما صارتش في حتى دولة في العالم تهبط في الرايد الرسمي ثم بعد الأجال القانونية اللي هو كفرد حددها يعني يجي ويتفطن لأخطاء تسربت ويقوم بإصلاحها والحقيقة قمة العبث والاستهتار يعني بالشعب التونسي. والحقيقة في النقطة هذه رانا ولينا الضحكة بين ظفرين. نحب نناقش نقطة في الفصل هذايا هو مسألة ولهنا خليني نقارن حتى بالمشروع اللي قدمه الصادق بالعيد. كان فما مقترح على التنصيص أنه لا يمكن خلق أي ذريعة لمراجعة النص الحالي في اتجاه تجاوز العهدتين. هذا مقترح قدمه الصادق بالعيد بالطبيعة قيس سعيد لوحه في البوبال. لهنا مسألة أنه إمكانية تمديد عهدة الرئيس ساعة ما تمش تنصيص على أنه عدم إمكانية تجاوز العهدتين وفما فتح الباب على إمكانية يعني تمديد عهدة الرئيس في صورة وجود خطر داهم. لهنا من يحدد هذا الخطر الداهم سؤال مهم برشا حي ماهوش واضح في هذا الفصل ماهوش واضح. قد يكون الرئيس كما عشنا نحن الرئيس هو من يحدد هذا الخطر الداهم ومش بالضرورة يعرف لنا هذا الخطر الداهم. هو استشعر خطرا داهما فيمدد في الموندام تاعه. الحاجة الثانية يعني هنا نشوفه نحن بالتجربة منذ تولي سعيد للرئاسة والشعب التونسي شد جارد نعيشوا في خطر الداهم وسلسلة متاع مؤامرات وبش نعمل لهم ونقادي لهم إلى آخره. ثم منذ الانقلاب ونحن في وضعية استثنائية من شهر تم التمديد بشهرين ومن وضعية استثنائية لمواجهة خطر داهم لم يعرفه قيس سعيد وحتى الإجراءات راي في صورة الخطر الداهم المفروض لمواجهة هذا الخطر. الإجراءات هنا نشوفه فيها هي خدمة لمشروع كامل لقيس سعيد في اتجاه إرساء حكم فردي استبدادي. مازالوا 30 ثانية مدام ألفة كانت تحب تضيف حاجة. باب النقاش مفتوح بينتكم زوز مدام ألفة وسيناجيب إذا كان فما أي تعليق على تدخل الآخر. والله أنا استغربت من حديث ألفة حول أنه بالنسبة لمسألة تجديد التنقيح في بالنسبة للترشحات الرئاسية تسكر الباب هذا بقدر ما كانت ثم سلاسة في علاقة بالتنقيح واللي في الفصل هنا توهم بعد اللي أنه ولا يسمح بالثلث وبالتالي خلقنا نوع من المرونة في تنقيح الدساتير وهذا طبيعي لأنه يعني بد أن تعرف الدساتير هي تتطور بتطور البلاد بتطور المؤسسات والنظام السياسي بصفة عامة والممارسة. دونك سهلنا الوضعية وأصبحت مرتبطة بثلث معناها من الغرفتين بقدر ما أن نحن في الباب ما حصلتش الواحد بالضبط فصل 90 سكرنا معناها فصل 90 وضمن مجموعة فصول هو معناها الباب هذا سكرناه. أنه يستدل البعض بقراءة صادق بالعيد والله أنا للحقيقة مع احترامي ليه كعميد الحقيقة أنها لم يحترم واجب التحفظ ثم استصغر نفسه على اعتبار أنه كي ولينا نحكو على نسخة بالعيد أو ننسى نحن مسألة تنسيبية هي لجنة استشارية يعني الأصل هذا رئيس قدم مشروع وناقشه مع مختلف ومش جد نتيجة ارتباطية هناك استشارة وطنية هناك جلسات مع مختصين ورينا الصور ونرجع ونشوفوا اللي قعد مع أمين محفوظ ومع صادق بالعيد وغير ذلك من رجال القانون. ما نصورش اللي في المدة هذيك الناس هذوما يحكيوا معناها على الدلاع وقتاش باش يتي ولا يحكيوا على مشاغل كرة القدم. في الأصل هم يحكيوا على فصول في الدساتير وكذا وبالتالي هذا الدستور ما جيش وفقا المورين نسموا فيه نسخة بتاع واحد هي جملة من المشاورات نتج عليه بيسور هذا السيد قدم الدستور حق وذا هو اللي قدم واضح. وعندي معناها تفاعل في نقطتين صغار. الحاجة الأولى كيف نقوله راهو الدستور هذا ما هوش بتاع قيس سعيد وإلا خلينا نناقشوه من حيث أنه مشروع لا
هو مشروع قيس سعيد وهي نسخة قيس سعيد. ونحن حتى في علاقة باللجان الاستشارية التي تم وضعها رانا نصحناهم صدق بالعيد وأمين محفوظ وأبو دربالة معناتها لجان استشارية وقلنا لهم راهو سعيد ماضي قدما في مشروعه فك عليكم المشاركة في هذه المهزلة. هم يتحملوا مسؤوليتهم من بعد. أنا كي نستشهد بنقطة إيجابية لكن راهو كل هذا المشروع هو مشروع متاع فرد. النقطة الثانية بإيجاز لهنا نحب نعرج على الازدواجية في خطاب قيس سعيد في الرسالة اللي وجهها للشعب التونسي معناها ما بعد صدور النسخة الحالية يقنع بالاستفتاء. هو راهو قال حطينا موندا والحال أنه الفصل يتضمن دو موندا كيف في علاقة بمدنية الدولة. نتفكر أنا قيس سعيد كان يحكي على ذات معنوية وما نجمش يكون عندها ديانة إلى آخره وغازل بها معناها على الأقل مجموعة من النخب التونسية ثم في الواقع يفعلوا حاجة أخرى. حبيت النقطة هذه نشير واضح. نذكروا رحي منه معنا سيدة ألفة البعثيبي عضو لجنة مركزية في حزب العمال وهي مقاطعة للاستفتاء والسيد نجيب الحاجي قيادي مؤسس في حركة الجمهورية الجديدة نعم لهذا الاستفتاء. نشير رحي للفصول اللي هي متعلقة بمجلس نواب الشعب الفصل 60 ينص على يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا لمدة 5 سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية وفق ما يضبطه القانون الانتخابي. الفصل 61 ينص على أنه يحجر على النائب ممارسة أي نشاط آخر بمقابل أو دون مقابل. وكالة النائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي. والفصل 63 أيضا ينص على أنه إذا تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون. مدام ألفة نبدأ معك في قراءتك لهذه الفصول متعلقة بمجلس النواب. بالنسبة للفصل هذا الفصل 60 هو أيضا من الفصول اللي شملتها 46 تنقيح ولهنا معناها ما كانش فما تنصيص على الانتخاب المباشر لأعضاء مجلس النواب ثم تم تنقيح هذا. أنا لهنا نحب نشير لمسألة وهي مجلس النواب بأي صلاحيات في إطار النسخة الحالية من الدستور. نحن معناها قدام نسخة مقدمة تلغي كل السلطات وتجمعها بيد رئيس الجمهورية. يعني وكأننا نتحدث عن مجلس نواب وإلا سلطة تشريعية لا تشرع لشيء. السلطة التشريعية الحقيقية هي بيد رئيس الجمهورية. كيف معناها لهنا كل السلطات هي مجمعة في يد رئيس الجمهورية وحتى الدور الرقابي اللي تنجم تمارسه السلطة التشريعية ولا السلطات بين بعضها تم حذفه في هذا المشروع المقدم لهنا معناتها خاصة منصب رئيس الجمهورية هو دون محاسبة طيلة العهدة متاعه وحتى يمكن بعد العهدة متاعه معناها مش باش يتحاسب السيد. تعليقك على سحب الوكالة مدام ألف سحب الوكالة في علاقة بسحب الوكالة هي مسألة حتى من قبل تقديم النسخة الحالية صار فيها جدل كبير داخل طيف واسع من السياسيين وحتى في منظمات المجتمع المدني. نحن مثلا في برنامجنا كحزب طارحين المسألة هذه لكن نحدد آلياتها ونحدد شروطها. لهنا ما نجموش نناقشوها إلا ما يولي بين يدينا القانون الانتخابي. من يمكنه سحب الوكالة؟ نحن نطرحه أنه الشعب التونسي هو اللي يمكن سحب الوكالة وثم سأسحب الوكالة من مجلس ولا من نائب هو ما عندوش صلاحيات. يعني الشعارات الشعبوية الفضفاضة معناها تحسوا كي تقرأها للوهلة الأولى وكأنه شعار ثوري سيمكن الشعب من متابعة أعضاء مجلس النواب أثناء توليهم مهامهم. لكن في الحقيقة هذا العضو أنت اليوم نحيت له معناها المهام متاعه. كي كثرنا عليه المهام في دورات العشرية للفارتك شفت اللي صار يقول لك زيد في قراءة أخرى ألف يقول لك شفت تعطيني برشا صلوحيات وتعطيني كل شيء شفت اللي نحكيه عليه نحكيه عنه من الفوضى بلوكاج فساد شفنا اللي صار كل شيء زيد في النواب. أنا في تقديري الفوضى هي نتيجة لطبيعة الأحزاب أو المكونات اللي كانت موجودة داخل المجلس مش لي معناها المهام اللي راهو مش معقول نجي نحشر كلمة نظام ديمقراطي في عدة فصول والحال أنك أنت تضرب معناها أكبر ركائز النظام الديمقراطي وهي معناها تجي تجمع السلطات في يد شخص واحد.
راهو مش معقول. الحاجة الثانية الفكرة اللي حبيت نرجع لها في علاقة بسحب الوكالة 10 سكوندات مش مشكلة نرجع لها في الدقيقة رحي به به نرجع نرجع سينابيل سينجيب سامحني سينجيب أنا أعتقد بالنسبة للفصل 60 والأهم أنا اللي صار هو إيضاح الصياغة تصحيح الأخطاء التي تسربت وتوضيح أن المسألة معنا الانتخاب أو سري معنا علني ومباشر وسري طبيعي هذا الأصل في الأشياء. أعتقد عكس ما تقولوا مدام ألفا مدام ألفا أنا حتى في الفصل 84 جينا على أنه أعطينا دور أكثر وطلبنا الأغلبية في علاقة بالمصادقة ضرورة المصادقة على قانون مالي واللي أهم إطار تقريبا معناها في المراحل. ثم في تقريبا في كل المشاريع من التشريعات التي ستقدم هناك دور ثم الدور التشريعي وبالموافقة ثم الدور الرقابي هذا موجود على كل ما باش يمر بالضرورة باش يمر عبر اسمه غرفة تشريعية فهمني. أما اللي شفناه سابقا ثم فرق ما نجموش نقارن بين حاجتين. احنا لهنا ماشيين في طبيعة نظام رئاسي اي هناك مركزة في السلطة التنفيذية مش 10,000 راس قبل البرلمان في الظاهر هو جزء لكن هو الحاكم الفعلي باعتبار انا نحط رئيس حكومة نحطه اوتاش باعتبار طبيعة النظام ايضا تخبوه مباشرة نقول له بالله ابقى غادي معناه نايب باربع الاف صوت وحتى ثم شكون طلع من الخارج ب 200 صوت و 140 صوت عنده دور اكثر من واحد تلعب 3 مليات شنو هذا غير منطقي. احنا اليوم في ساعه في نظام سياسي دي. اهم حاجه في النظام السياسي هذا هو المسؤوليه السياسيه. العشر سنوات الخراب اللي مرينا بها هو لا وجود المسؤوليه السياسيه مش على الاشخاص ولا شكل البرلمان كان نجم نمشي في شكل البرلمان ينفعنا لكن بين بالكاشف هل التفرغ هل التفرغ الكلي اليوم لعمل نيابي يتم إقصاء مجموعة كما مثلا الأطباء كما المحامين كما المهندسين كما رجال الأعمال اليوم عندهم دور كبير اقتصادي واجتماعي وتستحقهم في صياغة بعض القوانين وبعض الفصول القدام خاطر يقول لك أنا مش نتفرغ هي راني أنا نخدم في الأشياء زيت تدقيقة أستاذ وكل سواء أحكينا على دو شومبر ولا من غرفة ولا رأوا النواب هذا نايب شعب شعب عطاك وحده باش تمشي تتفرغ انت وتخدم وتطلع الجهات وتعمل مشاريع وتعمل كذا. اما انك انت تعمل عمل مزدوج يعني اصبح لهنا ثم تضارب مصاري يعني اصبح ثم ناس ولا تترشح نايب للفيس معناها فيس سوسيال بحب يمشي سينجيب بحب نسالك فيما تبقى من وقت هذا بالعكس سينجيب مع الظاهره دي سينجيب. انك انت كيف ماشي باش تترشح يعني ماشي باش تخدم الشعب اصبحت وظيفه معناها لخدمة الشعب. سينجيب نحب نختم معك فيما تبقى من وقت شنو تعليقك على الفصل 63 اللي يقول لك بانه يمكن تمديد مدة المجلس بقانون اذا تعذر اجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب او خطر داهم. ممكن هذا باش قاعد محمود الدستورية هلا تداول الجدل حول القراءات باش نتخلصوا منها. عندنا محكمة الدستورية تو كي تنتصب تقرا. احنا تجينا ظروف سي نورمال انت تبدا غدوة في ظروف حصار ولا حرب ولا كذا باش تجي تمشي تعمل انتخابات وانت تحس الوضع. في دقيقة من زمان الحوار مفتوح ما بيناتكم قلت لي فما نقطة حول صاحب الوكالة وتو يصير تعليق في دقيقة من زمان. مرحبا بكم الناس الكل. اي تعليق مش تفاعل مع الضيف الحقيقة انا نحب نرجع للشعارات. كما قلت الشعبوية اللي معناها تظهر إجراءات هكا كما مسألة معناها أنه النائب يتفرغ اللي معناها العمل النيابي كشعار جيد لكن أنا نحب نشوف هل هذا معناها يحسن الوضع متاع الشعب التونسي أم لا. هل هذه كانت المشكلة الحقيقية؟ أنا نحب نتسائل على قيس سعيد وقت التعهد ويقول معناها الدستور هذا سيكون فيه مضامين اقتصادية واجتماعية بعيد على الفصل الرحيم. خليني نتفاعل شوي نجي نشوف نلقى فصل وحيد يعرج على ما هو اقتصادي واجتماعي اللي هو الفصل 17 معناها وفصل هذا يقول التعايش بين القطاعين العام والخاص. نحب نسأل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم البطالة شعملنا فيها العطش شعملنا فيه وهو اللي وعدره مش نحن معناها اللي هو تعهد وعمل لجنة استشارية كاملة في علاقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية ثم هذا الكل حبر على ورق. والله أنا نشكر أرفع على الجملة هذه لأنه الأساس حسب رأينا أنه خب اليوم دولة أن يتخم يوم 26 في تاريخ بناء الدولة ومستقبل جمهورية جديدة واللي هو ركزوا على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ومشاغل الناس. الحرية ماهيش نصوص راه أنا الحرية عندي كي نخلي بنية تخرج في الليل تنجم تحوس في الشارع مرتاح. أنا الحرية عندي كي امرأة تركب في المترو وتحس بالأمان هو الأساس نبنيه
اما نحن اليوم ماهيش موجود عندنا هذه، نجم نكتب احسن فصول في الحريات لكن في واقع ما نجمش نمارسوها. راهو الحريات ما توصل الا ببناء مؤسسات وتغيير عقلي كامل في المجتمع. خلينا نبداو خطوه اولى، انا ديما قلت واختزلت، دعونا نبني وطنا يسعنا جميعا. واضح. والدستور مرحلة وقابلة للتطور وقابلة للاشتغال. الفصل التالي سهير. الفصل التالي هو الفصل 96 واللي أثر جدل كبير برشا زادة والصيغة بتاعه كما يلي بعد التعديل. يقول هذا الفصل: لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويوجه بيان في ذلك إلى الشعب. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل أحد المجلسين أو كليهما، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. قراءتك مدام ألفة لهذا الدستور، لهذا الفصل عفوا. هو كيف ديما مسألة الخطر الداهم ومن سيحدد هذا الخطر الداهم، يعني لهنا حتى في التجربة اللي عشناها التعريف متاع الخطر الداهم اللي قيس سعيد على إثره اتخذ جملة الإجراءات الاستثنائية ما زالت حاجة فاك فلو عنا. نحن كان فما أزمة سياسية، وأزمة سياسية حادة ومش هو برق قالوا، معناها نحن بدينا كنا نقوله فما أزمة سياسية، وكنا نقوله المتسبب في هذه الأزمة هو منظومة الحكم برمتها على رأسها حركة النهضة، ولكن قيس سعيد كان جزء منها، وكانت موجودة عدة تحركات كسواء مشاركين فيها نحن كحزب ولا حتى طيف شبابي واسع ضد هذه المنظومة. فقيس سعيد حدد واللي اعتبر أنه فما خطر داهم واتخذ إجراءات استثنائية. المشكل يعني في تحديد ولا تعريف هذا الخطر الداهم الذي سيستوجب هذه الإجراءات، ثم شكون اللي باش يعمل حدود لرئيس الجمهورية باش الإجراءات تمشي رأسا إلى مواجهة هذا الخطر الداهم. مدام ألفة هذا الفصل ينص على أنه بعد استشارة أنا نشوفه في الاستشارات، أنا نشوفه في الاستشارات بالملموس، استشارة يعني زوز لجان شفناها وين هزتنا. دونك اللي نحب نقوله شنية اللي باش يضمن أنه الإجراءات ما هيش كلمة وحق أريد بها باطل، تمشي لمواجهة بالفعل هذا الخطر الداهم. إذا كان هو وحده اللي يحدد هذا الخطر وهو وحده باش يوضع الإجراءات هذه، معناها الخوف كل الخوف، نلقوا احنا في نفس السيناريو، معناها فما كل أزمة اقتصادية تولي ولا أزمة سامحوني سياسية ولا حتى أزمة اقتصادية واجتماعية وعشناه، فهمتني، تولي خطر داهم وتولي إجراءات لا علاقة لها بحقيقة الأزمة اللي نعيشوها في اللحظة هذه. في دقيقتين سي نجيب، لذيق الوقت، في دقيقتين في نفس التوقيت قل. نعتبر أنه هذه أولا ساعة هو فصل تقني وتوضيح لمسائل، وبالعكس هو يدل على حاجتي، يدل على أنه كل هذه السلطة اللي اليوم حولناها إلى وظيفة هي في خدمة مصلحة العامة. إذا وقت يستجد الظروف ما عادش دورنا هو الصراعات السياسية، نرتقي وننأى عن تلك الصراعات لخدمة الدولة. وهذا يدل زادة الفصل هذا يكرس مسألة السيادة الوطنية، أنه ثم مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب هي اللي تهمنا، أنه في أوقات نتغاضى عن الصراعات وهذا الجدال السياسي والتصارع بين السلطات من أجل أن نقدم ونتحول كل إلى موظفين في خدمة الشعب. هذا أنا من راهم الزيابي دي ما عليه دي ما نخزروا هالفوبيا متاع الاستبداد. أنا ما ريت حتى شيء استبداد، الرئيس يستشير غرفتين، يستشير كل مكونات بعض بما فيهم حتى رئيس الحكومة، ويأخذوا قرار جماعي لتعليق بعض الأمور، ويصبح الهدف هو ديبون بالوضع نعيشه، جائحة، فيضانات، كارثة طبيعية، نجموا هذا كله مش حتى نبدو على الحروف. هذا يخلي أنه ديما نرجع أنه روح الدستور هذه أكدت على أنه معناها أصبحت راهو ولينا نحكوا على وظائف وليست سلطة. فما الناس قاعدين يقارنوا، احنا اليوم نحكوا على وظيفة تشريعية، وظيفة تنفيذية، وظيفة قضائية. اليوم من استقلالية. معاش نحكوا على سلطة. مبدأ الاستقلالية في دولة ديمقراطية ضمن في فصل هو انها تكون سلطة، ليس بوظيفة، هو الجدل اللي صار عليه. في الأخر رئيس الدولة حتى هو منتخب يخلص من مال الشعب التونسي. خلص فيه موظف يعني تحول موظف. ونشوفه في الدول معناها عدنا الدنمارك اللي وصل رئيس الحكومة والوزير مجرد موظف،
ينجم يستقيل لمجرد أنه أخطأ خطأ صغير. هذه راهي الممارسات يزم يسمفهم. السلطة راهي مش المفترض معناها عندي رفاق أنا ندعي وأنه السلطة للشعب وأنه نحن راهو المسؤول السياسي هو لخدمة الشعب مش الشعب لخدمة المسؤول السياسي. احنا اليوم نحب نبنيه جوهر والدستور تأسس لمنطق أنه الشعب صاحب السيادة. في دقيقة من زمان ألفة قل لي تونس استحق زوز مجالس كما ضمنها الدستور هذا اللي باش يمشيو صوتوا عليه. زوز مجالس في تونس تستحق كتصوركم انتوما في المركزيه التصور قيس سعيد في علاقه بالمجالس المحليه وكذلك ديما الاشكال رحيم ارجع لي شنو هي الصلاحيات وادوار هذه المجالس. مازالت حاجه المشروع هذا مازال مشروع هلامي موجود كان في ذهن وواضح كان في ذهن قيس سعيد. نحن في مجلس كما قلت لك وكان فما معناها عده اشكالات مجلس ذو صلاحيات مجلس تشريعي ذو صلاحيات كانت هك المحاصة الحزبية ولا الصراعات السياسية خلتنا نوصلوا للأمباس في لحظة من اللحظات فما بالك بزوز مجالس وخلينا نشوفوا من بعد هالمجلس الثاني شنو صلاحياته وكيفاش سيتم معناها مش في أمننا أكثر قرب من المواطن أنه في مشاريع تنموية باش توصل لفوق بجوز المجالس هذي خاصة المجالس الجهات هذي باش تكون أكثر قرب كما قلت لك وثم نجو نحن نجمعوا مشاكل جهة القيروان ومطالبنا في علاقة بالتنمية وإلى آخره كيف نحطها في مجلس دون صلاحيات شنو باش يعمل به سي نجيب دونك سامحني دقيقة يمكن هو مزيد تعويم المسؤولية السياسية تعويم المسؤولية قولي سي نجيب بالنسبة لي أنا نعتبر ساعة مسألة بالنسبة للغرفة هذه أساسا إضافتها وحتى في حركة الجمهورية الجديدة أكدنا نحن كنت من ضمن حتى من ندوة متاعنا 26 جويلية 2020 جدي بيان قبل عامين معناها من الوضع الراهن أن طلبنا بغرفتين على خاطر نعتبر أنه ثم ضرورة ساعة لغرفة لتهذيب الحراك الاجتماعي ساعة وينجم يكون أصبح مؤثر في وضعه مش نبقى والناس كل نهار تقص في الكياسيات وتعرف وأصبح عندنا ممثلين ويصبح قادرين على الأقل جلب الاستثمارات يصبح هناك غرفة تعني بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتنموية متاع الجهات الداخلية وهكا ربما وقتنا نحق التمييز الإيجابي بشكل مباشر مش يبقى المواطن بس يصبح لنا بالعكس المواطن باش ينتقل من مرحلة الاحتجاج إلى مرحلة أنه هو صاحب القرار والمبادر داخل مجالس التنموية والاقتصادية والاجتماعية. ألف في آخر دقيقة نختم معك علاش رافضين الدستور أنتوما قاطعين حسكم قاطعينه بليتو صوت حتى علاش دقيقة للتفاعل معناها لذيق الوقت لذيق الوقت هذا يعني نحن موقفنا هو مش التصويت بلا هو المقاطعة لكل الاعتبارات ولأنه كما كنت معناها في علاقة بالفصول اللي كنا نناقشوا فيها هذا المشروع خطير جدا وراه مشروع هز تونس نحو نظام حكم فردي استبدادي كل الصلاحيات والسلطات في يد شخص وحيد معناها وهذا نحن رافضينه. ثم المقاطعة علاش المقاطعة مش لا هنا نشوفوا الهيئة منصبة ومعينة من قبل رئيس الدولة كل التعيينات اللي قام بها قيس سعيد من ولات وعمد وكذا ونحن ديجا مقدمين في إطار الخماسي قضية ضد توظيف موارد الدولة في علاقة بإنجاح هذه الحملة متاع الاستفتاء. نحن ما نعتبروش أنه المناخ الحالي فماش ضمانات أنه الناس اللي باش تمشي تصوت بلا صوتها باش يوصل. وإضافة خليني نختم نعرف الوقت أنه مهما كانت النتيجة متاع التصويت نوار سير بلان مكتوب بعد إعلان النتائج سيدخل هذا الدستور حيز التنفيذ واضح بشكل برقي ومختذب. بالنسبة لنا احنا في حركة الجمهورية الجديدة اعتبر انه الدستور جاء على جملة من المطالب احنا نادينا بها قبل واساسا تمثلت انه في تقييم العشرية السوداء هذه على انه اصبحنا عندنا مشكلة منظومة عاجزة وعاجز تام للمنظومة ومعاش اصبح مسموح الحديث على الفشل وتغيير حكومات بين بالكاشف ان هناك منظومة عاجزة وعليه كان لابد من التغيير والعبور الجمهورية الجديدة لكن هذا ما ينجم يتأسس إلا بتغيير النظام السياسي وتغيير القانون الانتخابي. بالتالي الرأي في هذا الدستور أجاب على جزء مهم وكبير من طلباتنا وهذا ما يعني أنه بالضرورة حركة الجمهورية الجديدة ما تنجم تكون كان بناء عام على الاستفتاء. وأقولها أنه 25 هو بالنسبة لنا التصويت بناء عام إنهاء لمرحلة ولكن العمل لا زال سيبدأ أداء من يوم 26 لأجل النضال على أن تكون القوانين جيدة وصالحة في خدمة الشعب ومن أجل العبور إلى جمهورية جديدة
تستجيب في بعدها الاجتماعي وفي بعدها الحريات والحقوق لمطالب الشعب التونسي. ألفة البعزاوي عضو اللجنة المركزية في حزب العمان إنجروم يرسي لحضورك بحذنا. سيد نجيب الحاجي قيادي مؤسس في حزب حركة الجمهورية الجديدة إنجروم يرسي. إنجروم يرسي لكم أنتم حول الحوار هذا البناء حول المضامين رغم الاختلاف بين عام ولا تقعد تونس هي اللي تلمنا وهذه لعبة وهذه لعبة ديمقراطية هذه لعبة ديمقراطية. إنجروم مرسي لكم أنتم. سي محمد نعطيك الكلمة الختامية. شكرا للضيوف اللي حضروا معنا لليوم في البلاتو سبيسيال هذايا استفتاء بارك الله فيهم على مدنا كل حد من وجهة النظر نتاعو بالقراءة نتاعو لفصول الدستور هذا الكل بناء ينجم يوضح الصورة للسادة المستمعين اللي هم يتبعوا يعني على إذاعة الحياة فين في مختلف النقاشات اللي صايرة في البلاد. نشكركم برشا على الحضور. نشكرك برشا سيدة أنت يا رحيم وسيدة المستمعين بالطبيعة. أكيد أكيد الهدف هو تونس وراح حتى بعد الاستفتاء باش نواصلوا نناضلوا من أجل تونس. تونس هي الأصل وهي الأساس اللي بدأ الاختلاف نعم راه اختلاف كنت تكنيك ريداكسيون برودوي اللي أمنوكم سوا ديزولي خذينا دقيقة من وقتك تو سويت في الشانفو النص النهار نتلقاو في نفس التوقيت. تشاو تشاو.